لا تبخلوا علينا بزر الإعجاب واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. اجتمع عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بمكتب البرلمان العربي بالقاهرة بسفير مملكة إسبانيا لدى جمهورية مصر العربية، حيث تم بحث عدد من القضايا والتطورات في المنطقة وتبادل وجهات النظر والمواقف بشأنها. وأبلغ رئيس البرلمان العربي سفير إسبانيا بموقف البرلمان العربي الرافضة للتحركات الإسبانية ضد المغرب وبمضمون بيان البرلمانيين العرب. واستنكر عادل العسومي رئيس البرلمان العربي القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي ضد المغرب بخصوص ملف الهجرة، واعتبر ذلك بمثابة ابتزاز واضح وتدخل غير مقبول لتحقيق مصالح ضيقة. وقال رئيس البرلمان العربي إن القرار الأوروبي تضمن اتهامات باطلة ضد المغرب بشأن قضية الهجرة غير الشرعية، وأكد أن التدخل الأوروبي في الأزمة بين المغرب وإسبانيا غير مبررة، كما دعا إلى تبني رؤية عربية لمواجهة تدخلات البرلمان الأوروبي في الشؤون العربية. واستنكر البرلمان العربي في قرار أصدره عقب الجلسة طارئة السبت الماضي بالقاهرة للرد على قرار البرلمان الأوروبي تدخل البرلمان الأوروبي وإصراره على إقحام نفسه في أزمة ثنائية بين المملكة المغربية ومملكة إسبانيا يمكن حلها بالطرق الدبلوماسية والتفاوض الثنائي المباشر بين الدولتين. وأشاد البرلمان العربي بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة المغربية في مكافحة الهجرة غير المشروعة، والتي تنطلق من إرادة سياسية قوية وتوجيهات مباشرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بوصفه رائدا لحل إشكالية الهجرة في إفريقيا. نشكركم على حسن المتابعة.